ينظم مركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية المستدامة يعني ندوة حول قضايا يعني التربة وأيضا الجفاف ومسألة مواجهة يعني التصحر، وهذه المواضيع مترابطة فيما بينها. وحددها هذه السنة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 يونيو، وتم إجراء هذا يعني النشاط في هذا المركز الذي يحمل اسم شخصية تاريخية ووطنية بطبيعة الحال، وستكون مناقشة حول هذه المواضيع بالنظر أولا لما تطرحه من مشاكل على المستوى الكرة الأرضية، لأن شعار هذه السنة هو أرضنا مستقبلنا، وأيضا لما تطرحه من قضايا يعني تسائلنا نحن فيما يتعلق بزحف التصحر والترمل لانسابلمون، وفيما يتعلق خاصة بالجفاف، وما يرتبط بالجفاف هو المياه. يعني هاد لا أقول ندرة المياه، ولكن أقول يعني هاد مشكلة حقيقة ليست مستعصية ومرتبطة بطبيعة الحال بالتغيرات المناخية، ولكن أيضا مرتبطة بالحكمة في تدوير المياه التي ينبغي مناقشتها وإعادة النظر فيها. هناك اليوم جهودات تبذل منذ مدة ولكنها ليست كافية، فبالتالي المغرب له طاقات، له مهندسين مختصين في المياه، خبرات في مجالات متعددة ترتبط بالمياه، وأعتقد أننا في توجه نحو تغيير الحكامة كما جاء في التقرير حول يعني النموذج الجديد للتنمية، وتوجيهات صاحب الجلالة فيما يتعلق بترشيد تدوير المياه، وهي مسألة لا تتعلق فقط بالسياسات العمومية وبالقوانين التي ينبغي إعادة النظر فيها، وخاصة من حيث مراقبة استعمال يعني المجال المائي العمومي، يعني فيما يتعلق بشرطة المياه مثلا التي تعتبر غير كافية لا من ناحية العددية ولا من ناحية النوعية. وهناك أيضا مسألة يعني الاقتصاد في المياه والتي ينبغي أن يلعب فيها أيضا المواطن دورا مهما، كل حسب قدراته وحسب يعني إمكانياته، وينبغي الرفع من مستوى الوعي بالنسبة لهذه القضايا المترابطة والتي تستوجب يعني مقاربة عامة شاملة وتشاركية بطبيعة الحال، وينبغي أن تهتم بها النخب السياسية، سياسة أحزاب سياسية، إن البرلمان هو الذي يشرع، بالتالي هناك نقص حاد بالنسبة لهذه البعد في برلماننا بمجلسيه، أقولها بكامل الصراحة، وذلك ينبغي الرفع من الوعي بالنسبة على هذا المستوى.